بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله يومئذ تحدث أخبارها أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة قال: حدثني الحارث بن يزيد أنه سمع ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. يعني الأرض عبارة عن جهاز تسجيل لما فعل الناس عليها، لكن بقدرة الله عز وجل. وقوله بأن ربك أوحى لها، قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها، واحد واحد يعني معناه واحد. وكذا قال ابن عباس: أوحى لها أوحى إليها، والظاهر أن هذا مضمن أذن لها، يعني أمرها أن تقول ذلك. الوحي هو الإعلام في خفاء، وضمن كلمة أوحى معنى أذن. دائما أوحى المعتاد أن تأخذ حرف جر إلى، ويمكن أن تأخذ اللام لكن نادر، لكن لما ضمنها، لما تضمن الفعل معنى فعل آخر قريب منه معنى أذن الذي يأخذ حرف اللام أكثر من غيره، كان هذا هو أقرب إلى المعنى كما يقولون كثير. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربها قولي فقالت. قال مجاهد: أوحى لها أي أمرها. قال القرظي: أمرها أن تنشق عنهم، والظاهر أن أمرها أن تخبر بما وقع عليها. وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا، أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم، يعني لن يجتمعوا بعد ذلك أبدا.
أن هذا فريق في الجنة وفريق في السعير لن يجتمعا. قال السدي: أشتاتا فراقا. قوله تعالى: ليروا ليروا أعمالهم، أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيالها، أطال حبلها في مرج أو روضة، مرج زي مزرعة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، يعني ما أكلت أو مشت على هذا أو في أي شيء أصابته وهي مربوطة في حبلها. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. استنت يعني جرت، وردها تجري كده تاخد ثواب، روثت يعني أخرجت فضلات ياخد ثواب. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات. يعني حسنات في أي حركة من حركاتها، لأنه عندها لنصرة الإسلام، وهي لذلك الرجل أجر، رجل ربطها تغنيا وتعففا، يعني يعمل عليها، يستغني بها عن سؤال الناس تغنيا وتعففا، يستعف بها بالحلال عن أن ينال حراما، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. يعني عندما يحتاج إليها ملهوف مثلا، وكذلك يتصدق إذا كانت للتجارة. ويقول: فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء، ولواء يعني لأهل الإسلام، معارضة لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الحمير ما فيها، فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الآية، قال: هذه الآية الفاذة، يعني الفردة، آية لا نظير لها. الفذ يعني الفرد، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني أفضل من صلاة الإيه؟ الفرد 27 درجة. فالفذة أي التي لا نظير لها، الجامعة لأنها تشمل كل أعمال الناس وتشمل كل أحوالهم. يعني من عمل طاعة على الحمير فيرى ذلك الخير، ومن عمل معصية سوف يرى ذلك الشر. عندما يعني الحمير داخل في عموم الآية، وكل شيء داخل في عموم الآية، تقول السيارات مثلا، الدراجات، أي شيء مما يستعمله الناس سوف يدخل في عموم وفي
الجمع الذي ضبته هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال ابن جرير رحمه الله: وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، قيل إن معنى هذه الكلمة التأخير بعد ليروا أعماله. وجه الكلام: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا. قالوا: ولكنه اعترض بها بين ذلك بهذه الكلمة. يعني يروا أعمالهم ثم بعد أن يحاسبوا يصدرون أشتاتا، أقصد الترتيب الزمني وليس أنه. قال: ومعنى قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا عن موقف الحساب فرقا متفرغين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. يعني إنما يرون أعماله في موقف الحساب ثم يتفرقون. القول أو أن المعنى ليروا جزاء أعمالهم، هذه لا تحتاج إلى يعني تغيير في الترتيب الزمني، لأنه إنما يرى جزاء عمله في الجنة أو في النار، وهذا بعد أن يصدروا أشتاتا. وقوله ليروا أعمالهم يقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين عن اليمين وعن الشمال ليروا أعمالهم، فيرى المحسن في الدنيا المطيع لله عمله وما أعد الله له يومئذ من الكرامة على طاعته إياه كانت في الدنيا، ويرى المسيء العاصي لله عمله وجزاء عمله وما أعد الله له من الهوان والخزي في جهنم على معصيته إياه كانت في الدنيا وكفره به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن عمل في الدنيا وزد ذرة من خير يرى ثوابه هنالك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول: ومن كان عمل في الدنيا وزد ذرة من شر يرى جزاءه هنالك. وفسرها على يرى جزاءه، إذن لا يحتاج الأمر إلى تقديم وتأخير. وقيل: ومن يعمل والخبر عنها في الآخرة لفهم السابع معنى ذلك. فمن يعمل، من يعمل هو قد إيه؟ قد عمل. بقول هذا كلام السابع، قد فهم أن المقصود أنه كان عمل في الدنيا لما تقدم من الدليل قبل على أن معناه فمن عمل. فمن عمل ذلك دلالة قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم على ذلك. ولكن لما كان مفهوما معنى الكلام عند السامعين وكان في قوله يعمل لام المضارع حث لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله والزجر عن معاصيه، مع الذي ذكرت من دلالة الكلام قبل ذلك على أن ذلك مراد به الخبر عن ماضي فعله وما له على ذلك، أخرج الخبر على وجه الخبر عن مستقبل الفعل. يعني ليه ما عند الفعل ده الأصل فيه أنه يكون ماضي، لأنه عمل في الدنيا والخبر في يوم القيامة، لأن فعل المضارع هنا بيحسسهم أن أنت دلوقتي بتعمل له. فمن يعمل الآن خطاب له يشعرهم أنه الآن في وقت ليه العمل. عن ابن عباس قال: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا في الدنيا إلا آتاه الله إياه، فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فيغفر الله له سيئاته، وأما الكافر فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته.
وقيل في ذلك غير هذا القول، فقال بعضهم أما المؤمن فيدع له عقوبة سيئاته في الدنيا فيعجل له عقوبة سيئاته في الدنيا ويؤخر له ثواب حسناته يعني في الآخرة، والكافر يعجل له ثواب حسناته يعني إن كان عمل حسنات، لأن الحسنات العامة ليست مقبولة عند الله يوم القيامة، ولكن يجزى بها في الدنيا، اجتهد في عمل مثلا سوف يجد جزاءه، أطعم مسكينا، أشفق على حيوان، على يعني إن عمل خيرا لكنه منع من قبوله في الآخرة أنه كافر سوف يجازى بهذا الخير في الدنيا، لكن الخير يبقى خيرا والشر يبقى شرا، ولكن هناك خير غير مقبول لأنه لم يصدر مع إيمان والله لا يغفر ويشرك به، أو لم يصدر مع نية صالحة بالإخلاص لوجه الله فلم يقبل منه، ولكن يبقى الخير خيرا والشر شرا، يعجل للكافر حسناته ثوابها في الدنيا وتؤخر عليه عقوبة سيئاته. محمد بن كعب القرظي في قوله وهو يفسر هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال من يعمل مثقال ذرة خير من يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عنده خير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس عنده شيء. أقول قولي هذا، بس الله.